طبعا اليوم كنا على موعد مع الجلسه ديال انتخاب رئيس مجلس مقاطعه عين الشق والنواب ديالو وكاتب المجلس والنائب ديالو. الجلسه انطلقت في ظروف عاديه وفق الاجراءات القانونيه اللي تنظم هذه العمليه هذه. طبعا تعلن في البدايه ديالها على تعذر الحضور ديال المرشح ديالنا اللي هو السي محمد شفيق بن كيرا اللي كنتمنوا له الشفاء العاجل بسبب الاصابه ديالو بالكوفيد، ومعلوم ان الكوفيد يعني عنده اجراءات احترازيه وتيمنع المصاب انه يخالط الناس حفاظا على الصحه ديالو وعلى الصحه ديال الاخرين، وبالتالي حنا امام واحد المعطى اللي هو في طارئ، فتعذر الحضور ديالو للدوره وتم الادلاء بالوثائق اللي تتاكد انه تيخضع للعلاج، يعني شواهد طبيه واحد مجموعه ديال الوثائق. وانطلقت الجلسه يعني تحت الرئاسه ديال الاكبر سنا كما ينص على ذلك القانون، وتم انتخاب ديال السي محمد شفيق بن كيران رئيسا لمقاطعه عين الشق بالاغلبيه ديال 20 صوت مقابل 4 ديال الاصوات المنافس ديالو وامتناع ديال 5 ديال الاصوات، وتم سحب واحد ترشيح من ترشيحات الثلاثه. لما بغينا ننتقلوا للعمليه ديال انتخاب النواب الرئيس، للقانون تيتكلم على انه فور انتخابيه رئيسا هو اللي خصو يتراس الجلسه ويشرف عليها، لكن ما كيتكلمش القانون على في حاله عدم وجوده لطارئ او لقوه قاهره انه راه خاص يدار كذا او لا ترفع الجلسه او لا تكتمل، فهنا ما كاينش واحد النص اللي هو واضح. الاخوان تيقولوا بان الجلسه ما خصهاش تستمر لانه القانون تينص ان الرئيس خصو يتراسها، والحال ان الرئيس ابلغ الجميع بانه يتعذر عليه الحضور للاسباب التي ذكرتها. طبعا احنا الراي ديالهم نحترمه، لكن الذي لا نتوافق عليه انهم ينشئوا الفوضى وقلب الكراسي والطوابل ومحاوله عرقله السير ديال الجلسه، هذا الذي لا نتفق عليه. الاصل انهم اذا عندهم يعتبروا بان هذا فيه خروقات قانونيه او اشياء من هذا القبيل تيضمنوها في المحضر وتيبنيو عليها من اجل تقديم طعون لدى المحاكم اللي هي مختصه وهي سيده نفسها. احنا تنقولوا بان الجلسه يجب ان تكتمل تحت الرئاسه ديال الاكبر سنا اللي هو اصلا تراسها منذ البدايه، والرئيس قدم المقترحات ديالو موثقه في وثيقه رسميه مصادق عليها انه في حاله الفوز ديالو ها النواب المقترحين، وكنعتبروا بان العمليه كانت خصها تمشي في هذا المنوال هذا بعيدا على هاد الشوشره هاد الضجه اللي كاينه وهاد الممارسات اللي هي لا تليق بالمقاطعه ديال عين الشق. المجلس خصو يكمل الهياكل ديالو لان مرتبطه به مصالح ديال المواطنين، مرتبطه به عده اشياء. تعليق الجلسه وعدم الاكمال ديالها غادي يفتح المجال عن اخره الى متى ستكتمل الهياكل ديال المجلس، وهذا غادي يضيع واحد العدد ديال المصاريف وغادي يعرقل الاستمرار ديال المرفق العام. فهذا هو الراي ديالنا، وتنظن بانه الجلسه راه غادي تكتمل ان شاء الله الرحمن الرحيم، ولا اذا كان الاخوان عندهم بعض الطعون يمكن ان ساحه المحكمه هي اللي تكون يعني الاطار ديالها اللائق.